السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هعمل لكم عجة بيتي بدل عجة الفرن المطعم. معانا حزمتين بقدونس متقطعين، مخصوصين متقطعين، واربع بصلات، وثمان بيضات، وكوباية زيت عشان البصل بيشرب زيت كتير، ومعلقة رز وفلفل وملح ونص معلقة كربوناتو عشان خاطر ايه الكربوناتو بيخليها تنفش وتبقى حلوة. وهعمل معاها، هحمر معاها بطاطس، حطها في ملح وخل، وهعمل بتنجان بخل وتوم بطريقة حلوة. معانا مقادير البتنجان، نص كوباية خل ومعلقة ثوم. أول حاجة هنعملها دلوقتي هنولع البوتاجاز كده ونحمر البصل. هنحط البصل مع كوباية الزيت لأن البصل بيشرب زيت كتير. نحمر البصل معانا كده. هنكسر هنا البيض لوحده، احنا كده يا جماعه البصل اتحمر اهو، بس انا في البدايه نسيت اقول لكم ان في كوبايه طماطم، حطها كده اهو. خلاص البصل اتحمر ومعانا الباذنجان برده اتحمر اهو. هنسيبها بقى ايه تتسبك معاها كوبايه الرز كده، معاها معلقه الرز. هسيبها بقى تتسبك ونغطيها كده. هحط بقى التوابل، احط الملح والفلفل والملح كله كده اهو، والكربونات بقى مش دلوقتي خالص. الكربونات واحنا بنايه؟ نحطها على البيض. هسيبها بقى تتسبك خالص والايه؟ اهم حاجه الرز يستوي فيها. اهم حاجه دلوقتي ان كوبايه الطماطم اللي انا حطيتها على البصل اتسبكت، بس لازم تكون بارده خالص مع شويه الرز، والرز فيها استوى. دلوقتي هحط عليها الخضره كده عشان ما ينفعش احط البيض. لازم تبرد خالص عشان لو عملتها كده البيض هي ايه هيمسك فيها كده. نضرب بقى البيض كده مع بعضنا كده. انا كده حطيت الخضره مع البصله مع الرز مع كله مع بعضه كده اهو، واقلبهم بسرعه عشان البيض ما يمسكش فيهم كده اهو، مع كده اهو. خلاص انا كده هحط الكربونات اخر حاجه، واقلبها تقلبتين كويس كده. بعد كده احطها بقى في الصينيه. الصينيه حاطه فيها نقطه زيت عشان ما تلزقش مننا كده اهو. هدخلها بقى الفرن، هتقعد في الفرن نص ساعه بالظبط. احنا كده خلاص خلصناها، هدخلها الفرن دلوقتي تقعد تلت ساعه عبال ما هي تخلص. هكون عملنا البتنجان. دلوقتي هنعمل الدشه معانا، الدقه بتاعت البتنجان، نقطه زيت كده مع التومه. كده التومه اتحمرت، هندشها بالخل كده. احنا كده عملنا دقه البتنجان، هنرشها كده عليه كله كده اهو، الخل والتوم كده. طلعت خلاص اهيت. انا كده طلعتها من الفرن، واهم حاجه تحطوا السكينه كده تطلعها ناشفه كده. بتطلع ناشفه تبقى هي كده ايه انا كده تمام، انا كده تمام طلعتها. عملنا كده بالسكينه تبقى كويسه، وتحطوها على الشبكه، ما تحطهاش تحت عشان ما تلزقش منكم وما تستويش. ممكن تتحمر بس، ودي مش ما تحطهاش على الشوايه، هتبرد دلوقتي ونقطعها بقى. قطعتها هي، حمرت معاها البطاطس والبتنجان المقلي معانا بالخل والثوم. ودي العجه دي يا جماعه بتتاكل في اي وقت، ممكن فطار غدا عشاء اي وقت. زهقنا من اللحمه والفراخ، نعمل دي بسيطه وسهله مش مكلفه حاجه خالص. واستنوني كل خميس.